يكون بالمقابل، انه انتم لازم تفهمون يا اخي انه انتم مو العرق الذهبي واحنا العرق الطيني. هاي النظرة الفوقية جاي تعاملنا بيها انت، لا ما صحيح، هي هذه مغالطات، هذه ما صحيح، ابقي هذا الكلام ما صحيح. لو سمحت لي، لو سمحت لي، الكلام انا سمعتك باحترام، لو سمحت لي، لو سمحت لي، سمعتك باحترام، اسمعني وبعدين علق. شلون انا اوضح لك؟ انت صار ساعتين تروح وتقول لولا ايران كان صار بالعراق هيك، لولا ايران كان صار بالعراق هيك، لولا ايران كان صار بالعراق هيك. لما نقول لك هذا وجهه نظرنا تقول انتم مضللين بالدعايه الامريكيه، انتم مضللين بالدعايه الاسرائيليه، انتم مضللين بالدعايه السعوديه. اخي المحترم، انت ليش تعتقد بان انت عندك عقل وعندك وعي وقادر على ان تفهم المؤامرات الاقليميه والدوليه ضد بلدك ومصالحك، ولكن تتصور بان العراقيين شعب تافه لا يستحق ان يقرر مصيره، لدرجه انه انت لما نقول لك وجهه نظرنا انت تعتقد احنا مغربين وكاننا صبيان وانتم الوحيدين اللي تفتهمون بالمنطقه. اخي المحترم، خليني اكون صادق معك، انتم جربتوا التحالف مع هاي المنظومة الفاسدة من ميليشيات وأحزاب فاسدة أدت جابتها الدبابة الأمريكية، سخو ما تريد تنكر هاي، جابتهم الدبابة الأمريكية للحكم، وأنتم كنتم شركاء للأمريكان في تأسيس هاي المنظومة السياسية اللي أفرزتها 2003. سؤالنا إليك بكل حب واحترام، أنت أخي مو جربتوهم؟ شفتوا شنو وصلوا لكم؟ وصلوا لكم صرتوا مكروهين بالعالم، لاكو دولة عربية تحبكم، لاكو دولة أوروبية تحبكم، لاكو أمريكا تحبكم، المجتمع الدولي كله يتهمكم والمنطقة كلها تكرهكم، لدرجة وصلت الناس تتفاوض مع إسرائيل تريد تسوي اتفاقية السلام وياها بس حتى تخلص من عندكم. يا أخي أرجوك حاولوا تنظرون بموضوعية وتهدئون شوية، أنتم الآن دولة مكروهة بالعالم، احنا العراقيين صرنا مكروهين بسببكم، الشعب اليمني صار ضحية بسببكم.